ريال مدريد. أندريا أمامنا أهو، اللاعب الشاب يفتح اللعب إلى كاكا، والتدخل والتدخل الميلان في هذه اللقطة. ادي امامنا اللاعب الشاب اندريا ماتينيا، اعملها حلوة قوي. وامامنا هنا بقى اللاعب اليخاندرو جونزاليس، يعني كمل هنا مع كاكا الذكي قوي. كاكا امامنا هنا، شوف زق الكورة كاكا وتوجه في اتجاه اللاعب، واللاعب كمان كمل، كملها كملها اليخاندرو. امام جنوا سجل حتى الان 7 أهداف هذا الموسم، منهم ركلة جزاء في مرمى تورينو. ادي امامنا هنا سوبر ماريو بالوتيلي، تجعل سيدورف هل يصفق لنفسه؟ انه يصفق، لان بالفعل الميلان يحتاج لكل من يشجعه في هذه اللحظات. بص شوف بالوتيلي خلى رافائيلي يمسك الهواء ويروح في اليمين وحطها له في الزاويه اللي على طبعا شماله وعملها له حلو قوي. هدف لبالوتيلي في هذه اللحظات، هو فعلا سوبر ماريو. هنا يشير الى سيدورف وابياتي، كان بطلا ابياتي في هذه المباراه.